اهلا. انا عارفك انك زعلانه مني، بس ممكن تديني فرصه بس اشرح لك الموقف؟ انا اكيد مش قللت الذوق ومش هسيبك تتكلم من على الباب. اتفضل. متشكر. بس على شرط، مش عايزاك تجيب لي سيره القرد اللي بيتكلم ده نهائي. اوكي نهائي. اوكي شريف باشا. ايه ده، انت نسيت حد من العساكر بتوعك بره على الباب؟ لا لا خالص. امال مين اللي بينده ده؟ منور يا شريف باشا، منور. يخرب بيتك يا مسعد، عاجبك كده يا غبي؟ شفت حصل لها ايه؟ لا مؤاخذه يا شريف باشا، اصل انا ما صدقت لقيتك. وبعدين دكتورة نهى دي ايه؟ معانا في العملية دي يعني ولا ايه؟ اسكت انت خالص يا دكتورة. فوقي لو سمحت، ارجوكي فوقي. ده بيتكلم. للأسف بيتكلم. انا اسف يا دكتورة، انا عارف ان الموقف صعب جدا، بس انت برضو ما ديتنيش اي فرصة عشان اشرح لك. طب حصل خير، حصل خير، بس انتوا هتعملوا في ايه؟ او انتوا عايزين مني ايه؟ انا مطلوب مني ايه؟ انا عاوزك بس تهدي خالص، تهدي خالص. ده اسمه مسعد القرد. مسعد؟ ايوه بالظبط، مظبوط، اللي زي القرد بالظبط كده. انا مطلوب مني ايه بالظبط؟ المطلوب منك انك تشتغل عادي جدا عشان نلاقي الدواء، ومسعد هيبلغ الامريكان باللي احنا عاوزينه. بس دواء ايه يا شريف؟ دواء ايه اذا كنت انا اساسا مش فاهمه ايه علاقه مرض جنون البقر بغاز السي 6؟ ايوه انا سمعت بقى كيفن بيقول. كيفن مين؟ كيفن يا شريف باشا. كيفن ده يبقى رئيس المخابرات الامريكاني. انت عارف يا شريف باشا، ده انا وهو بقينا حبايب، ده احنا كل يوم بقى بنروح مع بعض. اخلص، يبقى قولي الكلام ده بعدين. المهم سمعت بيقول ايه؟ سمعته بيقول حاجات كده عن خلايا الدماغ، المخ، وحاجات كده عن البقر. مش فاكر يا شريف باشا. مش فاكر؟ امال انت كنت بتعمل ايه هناك؟ افتكر يا حيوان انت، هتشيلنا الله يخرب بيتك. بالهدوء يا شريف باشا عليا، مش كده؟ الله، هو كان تقريبا كده بيقول حاجه كده عن البحث بتاع اللي بيضرب المخ، هو نفس الحاجه اللي بتضرب الغاز. قصدك الخلايا اللي بيصيبها مرض جنون البقر؟ ايوه مظبوط، هو ده. اذا الدواء المستخدم لعلاج مرض جنون البقر هو نفس ذات الدواء اللي ممكن نستخدمه لعلاج الحالات اللي اصابها غاز السي 6. It's a conclusion. الله اكبر عليك يا استاذه، ما شاء الله نبيها دي، ولا كانك كنت قاعده معانا. هو الكلام ده بالظبط، هو ده اللي قاله. انت حيوان انت، يعني عارف كل الكلام دوت وما تقوليش؟ لا دوا عليا يا شريف باشا، قلت لك انا لسه جاي من مشوار سخن وعلقه، انا كنت ناوي كده يعني اهدى شويه، كنت هفتكر لك كل حاجه واحكيها لك. خلاص مش مهم، البركه في دكتوره نهى، فهمتنا كل حاجه. دكتوره نهى، من بكره تشتغل على البحث عشان تلاقي العلاج. وانت حيوان انت، تعال معايا عشان نشوف انت عملت ايه وانت هناك. استفسار استفسار. اتفضلي. انا ما زلت عندي مشكله. ايه هي تاني؟ انا عشان اشتغل على البحث بتاعي لازم يبقى معايا اي حد مصاب بالسي 6 او اي عينه علشان اقدر اعمل ابحاثي. ماشي، انا هجيب لك واحد مصاب بالغاز عشان تجربي عليه. سامحني يا بابا، بس كله علشان خاطرك برضه. ايه يا نسا المعاملة دي؟ انت بتحدفيني بالموز؟ انت فاكرة نفسك في جنينة الحيوان ولا ايه؟ طب ما تيجي بقى تتصوري مع القرد وانت بتأكلي الموزة. سوري سوري يا مسعد، يعني مش انت قرد والقرود بتحب الموز؟ احنا تعلمناها كده، مونكي بنانا بنانا مونكي. وبعدين اصلا انت كلامك مش معايا، انت كلامك مع الشريف اللي سابك هنا ومشي. خلاص حصل خير، روح اعملي لنا بقى فطوره حلوه بدل الموز اللي انت عماله تحدفينا بيه ده. حته جبنه حادقه، طبق فول كده بالليمون، لحسن وحشني الاكل المصري ده. يلا. تحب حضرتك احضر لك الحمام كمان؟ يعني بخار، املا لك البانيو. ايه انت فاكرني شغال عندك يا قرد؟
ارد ابتدينا الغلط اهو بقى من اولها. وبعدين اشحال انك وحشه، لو كنت حلوه كنت عملت فينا ايه؟ فين ايامك يا ست جيني وايام الفيلا بتاعتك؟ جيني؟ لا 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 لا، الزم ادبك، اوعى يغرك النضاره السمنيه دي، اوعى ده انا لبط، خلي بالك لبط. ايه التكلي من هنا؟ يلا يا ست، الجرس انقذك مني. يلا من هنا، يلا يا قرد. استنى عليا انا ههريك موز. مين على الباب؟ انا شريف يا دكتوره نهى. الظاهر ما فيش حد يا شريف، ما نكتب لهم ورقه. اتفضل يا بابا اتفضل. ايه ده؟ هي دي العروس هذا شريف؟ شد كده، هو انا اللي كنت فاكرك شاطر زي ابوك. والله بتفهم يا حاج، انا قلت كده برضو. مين الوحش؟ اخلص يا مسعد دلوقتي. دي الدكتوره نهى يا بابا اللي قلت لك عليها واحنا جايين في السكه. فين دي؟ اسف جدا يا نهى، ما تزعليش مني، ده راجل محترم جدا، بس من ساعه الحادثه وهو عامل الفيلم اللي انت شايفاه ده. حصل خير يا شريف، حصل خير. المهم تشوف لي صرفه في الكائن ده، كائن قليل الادب وسوقي. عملت ايه يا سوقي انت؟ يا عم ما عملتش حاجه، هي اللي بدات الاول وقالت لي ارد. انت هتعيش الدور يلا ولا ايه؟ تتعامل مع الدكتوره باحترام. انت خلاص اتعودت على شغل الامريكان وفاكرني زيهم. لا اصحى، انت بتتعامل مع اخطر جهاز في البلد. خلاص يا عم انت هتذلنا. وبعدين من الاخر كده الامريكان دول شغلهم نظيف، ده انا لما فكرت اهرب كارل ومارك جابوني في اقل من ربع ساعه. كارل ومارك هنا؟ اه يا عم، اخطر جهاز في البلد، انت ما تعرفش ولا ايه؟ لا طبعا احنا عارفين كل حاجه، بس انت ما قلتليش لما كلمتك في التليفون. اديني يا عم قلت لك اهو عشان تعرف بس، وخلي بالك عشان تلاقيهم مراقبين المكان كله. عيب يا مصعب، ما تقلقش، هو انا كسفتك قبل كده الصراحه. اه خلاص، يبقى سيب المهم عليا. ماشي. الغباء ده اشرب يا تطلع. يا بابا خلاص كفايه يا بابا، دي سمكه. اخلص يا خاطر، ده انا اصطدت مجرمين كتير، هتصعبي عليا انت؟ ما تركزوش. حاضر، ما تركزوش. اسفين يا بابا، غلط في الخطه، خربتيها واستريحتي، كان هيصطادها خلاص. اخلص انت. طمنيني يا نهى، انت املنا الوحيد في القضيه دي. الموضوع صعب يا شريف، الموضوع صعب، بس انا عن نفسي هعمل كل اللي اقدر عليه. مهم انت مطمن للي اسمه مسعد ده؟ مسعد ابن بلد وجدع، بس طبعا مش مطمن. يا سلام يا سلام، امال هتعمل ايه مع الامريكان؟ ما هم اكيد ما عملوش كل اللي عملوه ده علشان يسيبوه في الاخر، اكيد مراقبينه، واكيد مراقبيني انا كمان. ما تخافيش، انا مش سهل برضه، انا عارف انهم مراقبين مسعد، بس اكيد انا مش هسيبهم غير ما اعرف هم بيراقبوه ازاي. شوف انا سبت لك السرقه الاولانيه من منطلق ان دي اول سابقه، هتسرق تاني هحبسك ولد. يا عم انت العب، هسرق ايه وبتاع ايه؟ مش كفايه اني قاعد معاك وانت عريان كده؟ ما تبصش. طيب ما شاء الله مشعر جدا. طمنيني يا نهى، انت املنا الوحيد في القضيه دي. الموضوع صعب يا شريف، الموضوع صعب، بس انا عن نفسي هعمل كل اللي اقدر عليه. مهم انت مطمن للي اسمه مسعد ده؟ مسعد ابن بلد وجدع، بس طبعا مش مطمن. يا سلام يا سلام، امال هتعمل ايه مع الامريكان؟ ما هم اكيد ما عملوش كل اللي عملوه ده علشان يسيبوه في الاخر، اكيد مراقبينه، واكيد مراقبني انا كمان. ما تخافيش، انا مش سهل برضه، انا عارف انهم مراقبين مسعد، بس اكيد انا مش هسيبهم غير ما اعرف هم بيراقبوه ازاي. شوف انا سبت لك السرقه الاولانيه من منطلق ان دي اول سابقه، هتسرق تاني هحبسك ولد. يا عم انت العب، هسرق ايه وبتاع ايه؟ مش كفايه اني قاعد معاك وانت عريان كده؟ ما تبصش. طيب ما شاء الله مشعر جدا. اه يا مدبولي. بقول لك ايه يا ست الدكتوره، مفيش هنا تلفزيون ولا وصل الدش ولا حاجه، بدل ما انا قاعد كده ماليش عزا. I really miss you مدبولي. اه يا مدبولي. جرى يا ست الدكتوره، هو ايه حكايه اه يا مدبولي؟ انت بتشبهي عليا ولا حاجه يا ست الدكتوره؟ مين اه يا مدبولك ده؟ مدبولي؟ ده سيدك وتاج راسك،
ده الشمبانزي الراقي اللي انا كنت بعمل عليه التجارب بتاعتي. بذمتك انت يا ست الدكتوره، اه يا مدبولك ده في حلاوتي كده ولا في شياكتي؟ كان بيتكلم زيي؟ انت عارف يا مسعد، احسن حاجه في مدبولي انه ما كانش بيتكلم. اه يا مدبولي. طب واه يا مدبولك ده راح فين لو اغص؟ الله يرحمه مات. مات من الكهرب. مات ايه؟ من الكهرب. اعوذ بالله. بعيد 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 بعيد. وصلت ديش ايه؟ وصلت ديش ايه اللي انت بتتكلم عليها؟ انت فاكر نفسك فين؟ في قهوة بلدي؟ سوري يا مدبولي، ده مكان شغل، ده معمل، يعني مكان جد، يعني مكان شغل، فهمت؟ وبعدين لو فاضي ومش لاقي حاجة تعملها ما جيش تضيع في وقتي، لان انا عندي شغل كتير جدا لازم اخلصه. اتفضل روح خد بالك من سيادة اللواء. لو النبي يا دكتورة بلاش موضوع سيادة اللواء ده، ده اخر مرة كان عايز يربطني من رقبتي وينزل يعمل بيها نمرة في الشارع. تحكي تحكي، خلي مدبولي ينفعك. اه يا مدبولي. طب وربنا انا احلى منه.